جمعية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس منخرطيها ما زالوا لم يستأنفوا دراستهم بعد أن تعطل نشاطهم الفكري والرياضي الذي يعتبر أمالهم الوحيدة ومتنفسهم الذي ينسيهم وضعهم المتردي. وهذا التأخير من قبل إدارة الجمعية يزيد وضعهم تعقيدا كما يعكر صفو الأولياء. تبدي مريضة محب تو مرة جوال الجمعية نجي نكلمهم يقولوا لي عاد شد الدور وتو نكلموك، حبينا نعرف واحنا شبيه من تو مرة جوا تلعب بنتي رياضة تولي لابس عليه وصحيبات الكل، علاش اعطينا علاش تو مرة جوا علاش انا ما فهمتش علاش، قولوا لنا قول لها شد الدور تو نكلموك تو نكلموك نستناو تو نص الشهر ليه الوقت ما قاعد يضيع تو يضيع الوقت قاعد يضيع علينا ياسر، واحنا كيسي على صوب احنا كيسين على صوبنا احنا والدينا كيسين على صوبنا مشنو يعملوا لنا حل. انا نتساءل ونحب نقول حاجه، الجمعيه هذه لواش موجوده من اصله؟ الجمعيه هذه انا نعتقد انها الخدمه نتاعها قبل كل شيء انسانيه، ولدي راهو انسان كشخص يلزم يعيش فهمني، يلزم يكون عنده وجود في المجتمع هذا. كنا في تركينا جال سبور لعبنا شيخنا خرجنا لبرا نحونا سبور رجعنا كما كنا، احنا مش مشكلتنا يبطلوا الاستاذ ولا يخرجوا استاذ يجيبوا استاذ، المهم السبور ديما موجود، كل مره يجيبوا رئيس كل مره هيئه كل مره فلان فلتان الله اعلم شنو اخرتها الله اعلم، ماناش عارفين شنو، يا مش نرجع سنا يا ماناش راجعين. تحسوا روحكم ضايعين شوي ولا شيء؟ احنا ضايعين من قبل معناتها وزدنا من اللي عرفناهم زدنا ضعنا اكثر، علاش اللي احنا ما رجعناش وما رجعناش الاصوات وما رجعناش للتوا. نحب نقول حاجة اخر كلمة، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى الولاد كان معناتها منفرد عمل لحمه وعمل لحبيبات فهمتني واندمج مع الولاد، تو مثلا السنه ما ثم شيء، مش يرجعوا تو رجعوهم او تو نبعثوا لهم او تو نكلموهم، مارينا حتى شيء مارينا حتى شيء فهمتني. خلف السبور فما زاد انشطه اخرى واقفه واقفه، ثم مثلا ورشه الخزف وقفوها برشا ورشات وقفوهم، علاش ما احناش عارفين، ناقصة فلوس مش ناقصة فلوس لا بأس عليه. تو جمعية كما هذه الناس تمول فيها معناها على أحباب ربي هما اللي مولوا فيها ويعطيوا فيها وما يحبوش يظهروا الواحد، أنا علاش حكومة علاش ما تعملش مشرف على الجمعيات كما هكا يتفقدوا يمشيوا يراوا الفلوس اللي هي قاعدة تمشي، أسكا قاعدة تمشي في بلاصتها ولا مش في بلاصتها، أسكا العباد قاعدة مستنفعة منها ولا مش مستنفعة منها، شنو نجي نلوج نجي نحب نطلب مثال، عندي مشروع نحب نعمله نجي نطلب باش نعمل مشروع، قدم مطلب وقع استنى حتى تجتمع الهيئة وبرا حاو صار شكون انت الهيئة، انا ما نعرفش، انا عندي 3 سنين، انا من عمري 7 سنين في الجمعية و 3 سنين قريت في وسطها وعمري تو 24 سنة، مع عمري انا نعرف واحد من الهيئة بصراحة، وانخراط هذا انا جيت طالب انخراط، انا ديجا مس كنت مشيت باش طالب انخراط، قالت لي احنا تو ما حالينا في بال انخراطات شيء الاخر ورجعنا عبارة معناتها تمز عليا هكا وقت اللي ترجع تو نشوفوا لك حل.